زنقت. احنا اللي بنكرم ضيف الهجعه، ونحن اللي بنعقر الاشياء البكره، ونحن اللي بنطبخ الشاي، ونحن اللي بنقيس الملهوف، ونحن اللي بناكل الجيعان وبنقسم معاه اللقمه. فبنحمد الله سبحانه وتعالى انه نحن مسلمين، وجعلنا من امه محمد خير امه اخرجت للنار، خير امه اخرجت للنار، لأنها هي عروس ليست عروس الرمال وإنما عروس السودان. والعروس لازم تتزين وتتحنن، مش كده وداد؟ المعاناة في الطرق دي قبل الزلط، وأنا لو وريتكم إيدي دي لأنه كنت جايب عربية من جنوب كردفان ماشي الخرطوم وحلت في تندلسي وبنحفر للول عربية عشان تمرق، وده العادم عمل لي ماركة هنا. نتذكر زمن الصاجات واللواري والمبيت في الخيران ويكفي ابو زيد. وحسن كنت بعرض قدامكم هنا، واتحدى اي زول مشى عمل غير رقبته برا السودان يجي يطلع معاه هنا يعرض هنا ده. في اوضاع افضل وام افضل، والسلام عليكم. في اوضاع افضل وام افضل، والسلام عليكم. شغالين سهره بنصفي خرسانه بالقدح في الراس، وقعت من السقالة ضربت وشفي السقالة كسرت سندي. تسقط بس، مش كده؟